ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ ربنا تكونوا كويسين. هناخد النهاردة مع بعض يعني زي المراجعة بس بتفصيل شوية، المحاضرة الرابعة والخامسة بالفسيولوجي. تمام. طيب، محاضرة سهلة يعني، ما تقلقوش، هي بس طويلة وفيها حاجات معقدة شوية بس هنحاول نبسطها مع بعض. تمام. طيب، يلا نبدأ. بسم الله، اللهم اني استعنت بك فعيني توكلت عليك فلا تكلني لنفسي طرفة عين. طيب، مبدئيا كده بنتكلم هنا عن ايه؟ عن السوماتيك سنسيشنز. تمام. طيب، وفي المحاضره دي بالذات هنتكلم عن البين سنسيشن. طيب، يعني ايه سوماتيك سنسيشنز دي؟ احنا عندنا السنسيشنز بتقسم لثلاث انواع، يا اما سوماتيك يا اما اورجانيك يا اما ايه يا اما سبيشال. طيب، سبيشال دي بتاعه الحواس الخمسه بقى بتاعتنا، اللي هي الشم والسمع والبصر وكده. تمام. طيب، ملناش دعوه بيها دلوقتي. عندنا الاورجانيك دي زي ايه؟ زي مثلا احساس الجوع، احساس العطش، الاحاسيس بقى بتاعه الايه، اللي هي المتطلبات بتاعتنا بتاعت الفسيولوجية يعني بتاعت الانسان. طيب، التالت بقى اللي هي السوماتيك سنسيشن، اللي هو مثلا انت بتحس بالتاتش، بتحس بالبين، بتحس بالحرارة كده يعني. تمام. طيب، فكلامنا النهاردة عن السوماتيك سنسيشنز دي، بالاخص الايه في المحاضرة دي البين سنسيشن. هتكلم طبعا في المحاضرة التانية الديب بقى والحاجات التانية. طيب، اي سنسيشن عشان يوصل للبرين و يعني يدينا الاحساس ده بقى، تمام، بيبقى محتاج ايه؟ محتاج طريق كده يمشي فيه. تمام. من اول الستيمولس اللي هيأثر عليا لحد ما يوصل على الايه، على البرين عندي. تمام. سواء وصل مثلا للسنتر بتاعه في الثالاموس او وصل للايه، للسنتر بتاعه في الكورتكس. تمام. طيب، السنتر ده اصلا يعني هو ايه؟ السنتر ده اللي هو الاشاره بتوصل للمكان ده عشان ايه؟ عشان تدينا الاحساس ده او تخليني اتصرف او كده. تمام. طيب، مبدئيا كده هنتكلم عن ايه؟ التراكت بقى كله اللي بيمشي فيه من اول الستيمولس اللي هيأثر عليا لحد السنتر. ماشي. طيب، الستيمولس دي بيقولك عندك قصدي فيه بتاع ده كذا نوع من الستيمولس. في عندنا ميكانو ريسبتور ستيمولس. تمام. يعني بيأثر ميكانيكال عليك انت، زي مثلا التاتش. تمام. والتاتش ده منه نوعين، الفاين والكرود. تمام. الفاين ده اللي هو مثلا ايه، انت حسيت بحد لمسك في نقطة واحدة بالظبط. ماشي. يعني حسيت ان هو مسك مثلا صباعك اللي في النص. ماشي. او في اللي هو الاخير، فانت حاسس بالظبط الصباع ده. طيب، انهي عقله؟ العقله اللي في الاخر. فاهمين؟ فانتوا حاسين بالظبط هي فين. طيب، عندنا الكرود دي اللي هو مثلا لو حد لمسك بطنه، فانت مش قادر تحس بالظبط النقطه دي فين. فاهم؟ انت مش حاسس، مش قادر، انت عارف ان هو لمسك في ايدك مثلا اليمين، في عند كف الايد مثلا او كده، لكن انت مش حاسس، مش قادر تحدد النقطه بالظبط. تمام. فده اسمه كرود. كرود يعني عشوائي. تمام. طيب، تاني حاجه من الميكانيكال سنسيشنز او اللي ممكن تاثر عليا الاستيمولس يعني، اللي هو الايه، البريشر. البريشر ده اللي هو ايه، الضغط على الضغط عليك، يعني انت حاسس الضغط. تمام. مثلا حطيت، جبت ايدك وحطيت وثبتها مثلا على ترابيزه او كده، وحطيت عليها تليفون. ماشي. فانت حاسس ان هو اوكي، مش تقيل قوي. بعدين حطيت مثلا تليفونين، بعدين ثلاثه، فانت حاسس كل شويه، حاسس بكم الضغط اللي كل شويه عمال يزيد على ايدك. تمام. طيب، ده البريشر، انت حاسس ان الوزن بتاع المره الثانيه اكتر من الوزن بتاع المره الاولانيه وهكذا. طيب، عندنا التنشن. التنشن ده اللي هو بقى ايه، الضغط اللي هو الشد بقى بتاع العضله. تمام. يعني المقدار الشد بتاع العضله، يعني انت مثلا جبت ايدك كده وحطيتها عادي في الهواء. تمام. وشيلتك عليها قلم. تمام. بعدين شيلتك عليها التليفون، بعدين شيلتك عليها شنطه. تمام. فانت كل شويه التنشن بتاع، بتحس ان العضله بتاعتك بتتشد اكتر. تمام. عشان طبعا ما تقعش، انت مش هتوقع ايدك. تمام. فعملت التنشن يزيد اكتر، يزيد اكتر. تمام. طيب، عندنا بقى الايه، طيب عندنا بقى الفايبريشن. الفايبريشن ده انت مثلا لو حاطط تليفون جنبك وعامله صمت، فبتحس بالفايبريشن بتاعه. تمام. الاهتزاز. تمام. طيب، رابع حاجه عندنا السنسيشن بتاع البوزيشن. يعني انا لو غمضت عينك، تمام، وجبت صباعك حركته. تمام. انت عارف اكيد انا حركته فوق ولا تحت. تمام. طيب، جبت ايدك وبرده حركتها، المفصل بتاع ايدك حركته، انت عارف انا حطيته فوق ولا تحت، او يمين او شمال وهكذا. طيب، ده الايه، انت حاسس بوضعيتك. تمام. او انت حاسس ان صباعك ده موجود فوق ولا موجود تحت. ماشي. ده البوزيشن. تمام.
طيب حاسس ان صباعك مفرود ولا متني؟ ده بوزيشن. طيب نيجي بقى للموفمنت. الموفمنت برضو نفس الكلام، ان انت بتحس الحركه بتاعته، يعني انا بحركه دلوقتي يمين او بحركه فوق او بحركه شمال وهكذا، مش زي البوزيشن. البوزيشن انت حاسس وضعه فين، يعني غمضت عينك وقمت وقفتك، انت عارف ان انت واقف تمام، قعدتك انت عارف ان انت قاعد. طيب الموفمنت بقى انت عارف ان انت برضو ايه طلعت فوق او نزلت تحت، فاهم الموفمنت الحركه بتاعتك اتحركت ولا لا، تمام. فالاثنين دول بيسموا بالكاينيستيك، تمام، يعني الاحساس بالحركه، الكاينيستيك اللي الاحساس ايه بالحركه. طيب عندنا تاني حاجه اللي هي الثيرمال سنسيشن، يعني برضو الستيمولس اثر عليك بدرجه الحراره او كده. طيب عندنا كمان الايه البين سنسيشن، دي الستيمولس اللي ممكن تاثر علينا وممكن نحسها في السوماتيك سنسيشنز، تمام. طيب دي اول حاجه، احنا ده التراكت اللي احنا هنمشي فيه، تمام، ده كله كده تمام. طيب قلنا ايه، قلنا الستيمولس، تمام، قلنا اول واحد الستيمولس. تاني حاجه هنتكلم عن الريسبتورز، وبعدين التراكت اللي هنمشي فيه، تمام، وبعدين نتكلم عن السنتر. السنتر ده احنا عارفين يا اما الثالاموس يا اما الكورتكس، تمام. طيب في مبدئيا كده برضو حاجه عايزه اقولها، يعني اقول عليها عشان ايه ما تقابلنا ما نستغربش. في حاجه اسمها ايه، بصوا الفيرست اوردر نيورون ده اللي هو بصوا بيبقى ايه، بيبقى الريسبتور بيبقى موجود فيه، تمام، بيبقى موجود في الدندرايتس بتاعته، تمام، في الاخر بتاعه كده، تمام، ده الريسبتور بيبقى موجود فيه، ماشي. طيب الفايبر بتاعه بقى نفسه بيبقى ايه، يا اما مايلين في عليه مايلين شيز يا اما ما عليهوش، تمام. طيب اللي عليه ده يبقى اسمه ايه، سموه ايه فايبر، تمام. اللي ما عليهوش سموه سي فايبر، تمام. طيب ايه الفرق بينهم؟ طبعا المايلين احنا كنا واخدين قبل كده ان هو بيبقى بيوصل بشكل اسرع. ليه بقى؟ لان مثلا لو النيرف اهو، تمام، والمايلين عليه، تمام. طيب الجود الكهربي هيوصله ازاي؟ هيوصله كده، تمام، فهو مش بيحرك مثلا ايه، يعني مثلا ده مش ايه، ده كده دلوقتي مش عليه مايلين، فبيتحرك كده واحده واحده كده لقدام، واحده 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 لقدام، لكن ده بينط، فاهم، فده بيخليه اسرع، ماشي. طيب فعشان كده احنا عندنا ايه، عندنا النوعين دول، الالفا الاي قصدي دلتا والسي، تمام. الاسرع منهم ايه؟ الاي. برضو الموستيك طبعا يعني هو اتخن منه، وده اللي بيوصل لنا ليه الايه، للكورتكس. طبعا احنا عارفين الكورتكس دي حاجه مميزه لينا عن باقي الحيوانات او كده، او يعني باقي المخلوقات. احنا عندنا الكورتكس دي زياده، دي اللي تخلينا نقدر نتحكم، دي تخلينا نقدر نفهم ده ايه، تخلينا نحس بدرجات الحراره، نعرف ندرك ده ايه، تمام. طيب فطبعا طالما حاجه سبيشال فاحنا محتاجين لها حاجه سبيشال زي ايه، اللي هي الاي دلتا فايبرز، تمام، دي اللي بتدخل لها، ماشي. طيب كده اتكلمنا عن الايه، بص يعني نظرة سريعة كده على التراكت اللي هنمشي فيه. طيب تاني حاجة الريسبتورز، الريسبتورز دي عندنا منها ايه، يا اما على السكين عندك من بره، يا اما مثلا انت حاسس بالتنشن زي ما احنا قلنا عليه دلوقتي بتاع العضلات، تمام، فدي اسمها ديب، تمام. طيب يا اما ايه الفيسرال، الفيسرال يعني الامعاء ايه، الاحشاء من جوه، تمام. إيه القلب بقى، اللنج، مش عارفة ايه، وده بتحس بيه، بتبقى موجودة بس انت بتحس بيه بشكل اكتر في اسمها ايه ده، البين، تمام، يعني اكتر حاجه بتحسها بسرعة من جوه، ما انت مش هتحس بدرجه حرارتها، لا انت هتحس بايه، هتحس بالبين بس، تمام. طيب السوبرفيشال سنسيشن عندك طبعا البين والتاتش والتمبريتشر، تمام، اللي بتبقى ايه على السكن، الريسبتورز دي بتبقى موجوده على السكن من بره، تمام. طيب عندنا كمان الديب دي زي ايه بقى، اللي هي الجوينتس بقى والحاجات اللي تحت السكن، الجوينتس، المسل، الليجامنت، التندونز والحاجات دي كلها. طيب بتحس فيها بايه؟ هتحس فيها ببريشر، زي ما احنا قلنا دلوقتي البريشر بتاع الحاجه على ايدك، فانت مش بتحس بالسكن، انت بتحس بالعضلات، تمام، يعني العضله مقدار الضغط عليها قد ايه، والتنشن كذلك، تمام. طيب الفايبريشن، انت بتحس برضو بالفايبريشن في الحاجات الايه الديب، تمام. طيب السنس بتاع البوزيشن بتحسه في ايه، في الجوينتس والموفمنت برضو، تمام. والديب سنسيشنز بقى، تمام، او الديب بين، قصدي الديب بين، سوري، ماشي. في طبعا سوبرفيشال بين احنا قلنا عليه البين، ماشي، وفي ديب بقى، ماشي. طيب برضو الفيسرا فيها ايه، المينلي اللي هتحس فيها، الحاجه الوحيده اللي هتحسها يعني مينلي او اكتر هي الايه، هي البين، تمام. طيب نيجي للباسوي، الباسوي بقى عندك ايه، عندك هو الباسويز كلها عندنا هي سباينوسالاميك، تمام، من السباينال كورد لحد الثالاموس فوق كده. ليه سباينوسالاميك؟ احنا عندنا حاجه ممكن توصل للكورتكس، لان كده كده طالما توصل للكورتكس فهتعدي على الثالاموس، تمام. طيب هي نفس الكلام، نفس الشكل ده، ماشي. بيقول لك بقى ايه، ادي النيرف الفايبر عندنا دخل فين، دخل في الدورزال هورن، تمام. طيب ماشي، لما دخل في الدورزال هورن كده كده يعني ده المسار اللي هيمشي فيه، هيعدي من قدام السنتر كانال، تمام. طيب
قسمنا هنا على حسب بقى، هل هو السباينوسالاميك تراكت ده هيبقى لاترال ولا هيبقى دورزال ولا هيبقى فنترال؟ على حسب ايه بقى؟ مش على حسب هو مثلا هيمشي كده فهيروح معدي على فوق، لا، ولا هيمشي كده يروح مثلا فنتر يروح معدي فوق، لا، كده كده هيعدي زي ما احنا قلنا قدام السنتر كده هيمشي في الطريق ده. طيب على حسب بقى ايه؟ على حسب هو طالع فوق التراكت اللي هيمشي فيه فوق، ماشي، هيمشي ازاي؟ هيمشي يا اما دي الحته بقى الفنترال، ماشي، انا ما رسمتش طبعا الباقي هنا، ماشي، يعني ايه زي الرسمه دي كده وهكذا، ماشي. طيب يا اما هيمشي في الكولن، الكولن يعني ايه كولن؟ الوايت ماتر ده متقسم لكولن، تمام، ده اسمه اللاترال كولن منه، تمام، وده اسمه الفنترال وده اسمه الدورزال. فيا اما هيمشي في الجزء اللاترال، يا اما هيروح يمشي في الجزء الدورزال من ورا، يا اما يمشي في الجزء الفنترال من قدام، عشان كده اتقسمت، تمام. طيب اكتر حاجه محميه واكتر حاجه يعني مفروض يعني تبقى مش معرضه لحاجه او معرضه لقطع وكده هي حته الدورزال دي، تمام، لان لو شفتها طبعا في الصوره الحقيقيه اكتر هتبقى تحسها ان هي داخله لجوه شويه، فايه حاجه محميه، تمام. فطالما الحاجه المحميه دي فهنحط فيها الايه؟ هنحط فيها في السنسيشن بتاعه الحاجات اللي هي مميزه عندنا احنا شويه، زي ايه؟ زي مثلا الفاين تاتش. الفاين تاتش دي الحيوانات مش بتحس بيه، الحيوانات بتحس بالكروت تاتش او بتحس بالتاتش اللي هو العادي، تمام، مش لو هي لو انت لمست الحيوان مش هيقدر يحدد هو اتلمس فين بالظبط، لكن احنا هنقدر نحدد احنا اتلمسنا فين بالظبط، تمام. طيب فده في الايه؟ هيمشي في دي حاجات طبعا مخصصه لينا، فايه هتمشي في اكتر حته محميه عندنا هي الايه؟ هي الدورزال سبينوسالاميك تراكت، تمام، الفاين تاتش، وايه كمان؟ الديب سنسيشنز برضو، تمام، والديب سنسيشنز، ماشي. طيب الحاجات اللاترال بقى، اللاترال اللي هيمشي فيه اللاترال هو ايه؟ هو البين سنسيشن والتمبريتشر سنسيشن. ليه؟ لان انت لو تاخد بالك الاثنين ليهم علاقه ببعض، اللي هو التمبريتشر ليه علاقه بالبين. ليه؟ لان لو التمبريتشر زادت عن حدها هتتقلب ببين، تمام، فعشان كده الاثنين تبع بعض فيمشوا في الاثنين في اللاترال. طيب ايه اللي هيمشي بقى عندنا في الفنترال وهو الكرود ايه؟ البين التمبريتشر بتاع ده الكرود تاتش قصدي، تمام، الكرود تاتش هو اللي هيمشي في الفنترال، ماشي. احنا كده اللي ماشي عندنا في اللاترال ايه؟ البين والتمبريتشر، تمام، الاثنين دول يعني، تمام، هو مكتوب عندك بالخط الاحمر ده يعني ان هو موجود. طيب الكروت تاتش ده هيمشي فين؟ دي حاجه عشوائيه جدا موجوده عند كل الكائنات وهي موجود وهتمشي فين؟ هتمشي في الفنترال. طيب الحاجه اللي عايزين نحميها اكتر الموجوده في الدورزال هي ايه؟ هي الفاين تاتش والديب سنسيشنز، تمام. طيب ده الايه؟ الباسوي اللي احنا يبقى احنا اتكلمنا عن الستيمولس اللي احنا قلنا عليه، تمام، والريسبتور والباسوي ده، تمام. وطبعا في حاجه اسمها فيرست اوردر نيورون وسكند اوردر نيورون وثيرد اوردر نيورون. يعني ايه؟ يعني واحنا ماشيين في الطريق ده مش نيورون واحد بس اللي هيمشي من الريسبتور لحد السلامس، لا، واحد بيسلم التاني بيسلم التالت وهكذا. فليه مكتوب اوردر؟ لانه بالترتيب، مفيش واحد يجي وظيفته تنفع قبل التاني، لانه ماشي كده، تمام، ماشي لفوق، تمام. احنا قلنا ان هو يوني دايركشنال، تمام، لو اخذنا يعني احنا اخذنا في المحاضره اللي فاتت ان مش فاكر كانت المحاضره كام والله، بس كان اللي هو التوصيل يعني العصب ده بيبقى يوني دايركشنال، تمام. طيب اخر حاجه هنتكلم عنها بقى السنتر، تمام. طيب السنتر ده يا اما هيبقى في الثالاموس يا اما هيبقى في الكورتكس، تمام. اللي موجود في الثالاموس بيسمى بالكرود، تمام، هنحس الحاجات اللي هي الكرود برضو اللي هي موجوده عند كل الكائنات، السلو بين، احنا نعرف دلوقتي يعني ايه البين، او لو انت مثلا بتراجع معايا المحاضره دي فهتبقى ايه انت عارف يعني ايه سلو بين، تمام. الكرود تاتش حاجات عشوائيه جدا، الاكستريم جريد من التمبريتشر، يعني الحيوان زي ما انا قلت ما بيحسش غير بدرجه الحراره العاليه قوي، تمام. طيب برضو دي في موجوده فين؟ في الثالاموس. طيب الحاجات بقى الخاصه بينا احنا الفاست بين اللي هو انت بتحس بالوجع في وقته على طول، تمام. طيب بتحس مثلا يعني احنا عندنا الفرق ما بين الكرود الفاست بين والسلو بين ده ان الفاست بين ده بتحسه، احنا قلنا الفرق ما بين السلو بين والفاست بين ايه؟ ان الفاست بين ده بحسه بعد الاستيمولس على طول بواحد من 10 سكند، تمام؟ طيب السلو بين بحسه بعدها بايه؟ بواحد سكند، تمام؟ فالفرق بينهم كبير يعني، تمام؟ طيب نيجي للكورتكس، قلنا الفاست بين، تاني حاجه الفاين جريد من التمبريتشر، ان انا بحس بدرجه الحراره ان هي بتتغير بدرجات طفيفه جدا فانا بقدر احس بيها لكن الحيوانات ما تقدرش تحس بيها. الفاين تاتش بقى اللي انا اقدر احدد انا اتلمست فين بالظبط، والديب سنسيشن برضو الحيوانات على ما اظن هي ما تقدرش تحس بالديب سنسيشن دي عشان احنا عندنا كورتكس وهم لا، تمام. طيب ما يقدرش يحسوا بالم وكده يعني في الاحشاء عندهم من جوه. طيب نيجي بقى للبين سنسيشن، بيقول لك ان البين ده عباره عن ايه؟ هو سنسيشن امبليزنت، يعني مش مستحب يعني، بس بيخليني اروح للدكتور، تمام، ده عرض للمرض اللي عندي، فده
يعني نعمة ربنا انعمها انعم بيها علينا عشان احس ان انا عندي حاجة خلل جوه فاقدر اروح للدكتور. ماشي. طيب بيقول لك ان هو unpleasant sensation resulted from a potential او actual tissue destruction او tissue damage. لازم عشان يبقى فيه بين اي بين تمام لازم يبقى فيه تيشو دامج تمام، لان لما التيشو بيحصل له دامج وكده بيبقى فيه شويه مواد كيميائيه بتطلع بتروح هي تنشط لنا ريسبتورز بتاعه البين دي. تمام. طيب يقول لك ان هو نفس الكلام اللي انا قلته دلوقتي، هو very important protective sensation لان هو provoke seeking medical advice، لو انا بيخليني اروح ايه اكشف. تمام. طيب احنا عندنا الريسبتورز في عندنا منها نوعين، يا اما free nerve ending تمام، يا اما ايه كبسوليتد. تمام. احنا اللي هناخده دلوقتي كله هو free nerve ending. تمام. طيب free يعني هي مش عليها كبسولة او كده. طيب ال pain sensation او ال pain receptors دي موجودة فين؟ موجودة اكتر حاجة عندنا في ال cutaneous tissue. تمام. زي مثلا ايه في السكن، ال periosteum اللي هي الحاجات بقى اللي هي بتحوط عندنا مثلا اللونج، ما احنا مش بنحس بألم في اللونج او كده عشان اللنج فيها بين ريسبتورز، لا احنا بنحس عشان ال اسمه ايه ده البلوره اللي حواليها. تمام. البري اوستيوم مثلا، الارتيريال وول يعني الجدار بتاع الارتريا بيبقى فيه بين سنسيشن، الجوينت الديورا بتاعت الفالكس و التنتوريوم سيربلا. يعني ايه الكلام ده؟ دي حاجات في الاناتوم. الديورا دي اللي هي الاغشيه السحائيه اللي عندنا اكتر طبقه منها بره او الموست اوتر لاير عندنا هي الايه، هي اللي اسمها ديورا. تمام. طيب عندنا الهيمسفيرز الاثنين عندنا بتوع البرين بيتقسموا بالنص، يعني هو مش متصلين ببعض كلهم. تمام. متصلين عند حته بس صغيره كده عندنا، لكن الباقي بيبقوا منفصلين عن بعض. تمام. زي البرتقال كده لما تفتحه بتحس ان هو ايه، بتحس ان هو مقسوم ما بين كل فصل والتاني بيبقى فيه زي قشره كده. تمام. طيب القشره ما بين الفص اليمين والفص الشمال اسمها فالكس. تمام. طيب القشره اللي ما بين السيربيلم اللي تحت الصغير ده والبرين اسمها تنتوريوم سيربيلم. تمام. طيب بس كده هو ده اللي عايزه اقوله هنا. طيب بيقول لك بقى ان هي في برضو بس بتاع ده بين ريسبتورز بس اقل شويه في الايه، في الديب تيشو والفيسر. تمام. طيب مش موجوده خالص بقى فين؟ في البارينكما عندنا. يعني ايه في البارينكما؟ يعني الليفر. بس انت بتقول ما انا بحس بالم في الليفر لو في حاجه، لا انت بتحس عشان الكبسول اللي عليه. تمام. طيب لكن الليفر من جوه لو حد جابه وقعد يقطع فيه من جوه فانت مش هتحس بيه. الكدني كذلك، اللنج زي ما انا قلت دلوقتي. تمام. طيب بيقول لك ان هما insensitive بين insensitive structures less rich in deep tissue. مثلا deep tissue المصل والجوينتس والتندون وكده بتبقى موجوده برضو فيها دي بتاع ده receptors للبين لكن بتبقى قليله. تمام. طيب فبيقول لك عندنا ثلاث انواع بقى من الريسبتورز، ميكانو ريسبتور، ثيرمو ريسبتور، وكيمو ريسبتور. طيب اللي هي الريسبتور بين يعني. تمام. اللي هي يعني عندنا بين ريسبتور اهو. تمام. في منه بيستجيب للميكانيكال ستيميوليشن، وعندنا بيستجيب في بين ريسبتور يستجيب للحراره. تمام. يعني الحراره عاليه قوي فسبب لي بين. تمام. الميكانيكال ستيميوليشن قوي جدا فسبب لي بين. الكيمو سنسيتيف بقى اللي هي الايه، بيقول لك بولي مودال. يعني ايه بولي مودال بين ريسبتورز دي؟ يعني بتتاثر باي بمواد كيميائيه كتير. تمام. مش بحاجه واحده بس، يعني هنا الثيرمال الحراره بس، لكن هنا ميكانيكال حاجه دامج يعني تيشو دامج بالميكانيكال ستيميوليشن، لكن الكيمو هنا بقى بمواد كتير جدا. تمام. اللي احنا عارفينها بقى ايه، اللي هي البراديكارنين والسيروتونين والهيستامين والبوتاسيوم والبروستاجلاند والحاجات دي كلها. طيب دي المواد اللي بتخرج من التيشو لما يحصل له دامج يعني. طيب الكيمو ريسبتور الميكانو ريسبتور دي بيقول لك انها ايه، الستيمولوس بتاعها زي ما احنا قلنا دلوقتي ثانيه واحده، هي ايه بتستجيب للميكانيكال دامج. تمام. السيفير ميكانيكال ستيمولوس. تمام. طيب يعني هو ميكانيكال ستيمولس عادي جدا زي مثلا الضغط كده مثلا، لكن ايه بيبقى بشكل اقوى شويه فبيعمل لي بين. تمام. طيب الثيرمال دامج برده لو الحراره زادت عن 45 ما اقدرش اتحملها، ولو قلت عن العشرة. تمام. بس لو قلت عن العشرة دي هي بتعمل بتاع ده مش بين بقى، بتعمل انهيبيشن للريسبتورز دي كلها. تمام. لان احنا هنعرف دلوقتي بتبقى بسبب الميتابولايتس او كده. ماشي. الميتابولايتس كل ما تزيد كل ما بتاع ده الريسبتور يحصل له ستيمولس اكتر، لكن كل ما تقل البيزل ميتابوليك ريت البروده بتقلل البيزل ميتابوليك ريت فالميتابولايتس تقل، وكذلك الايه الستيميليشن يقل. تمام. طيب الكيمو ريسبتورز بقى بيقول لك اول فورمز ذات كوز الكيسو التيشو قصدي دامج، اللي هي بقى اللي احنا قلنا عليها من شويه. تمام. طيب
الموجوده فين بقى؟ الميكانو والثيرمو والكيمو دول. الميكانو والثيرمو موجوده في السكن. هل انت عمرك حسيت ان درجه حراره جسمك من جوه 37؟ لا. تمام. طيب اللي هتحس بيه مثلا لو درجه الحراره زادت، تمام، هتحس بيها فين؟ على ال بتاع ده السكن من بره. تمام. طيب وكذلك الميكانو. تمام. طيب الكيمو سنسيتيف دي بيقول لك ان هي موجوده سوبرفيشال ودي عادي جدا، ماشي. طيب الثيرمو والميكانو ريسبتورز دي بيوصلهم هي الالفا الاي دلتا قصدي فايبر. تمام. طيب الكيمو بقى اللي بيوصله ايه؟ هو السي فايبر، ماشي. طيب الميكانيزم بتاع السيميليشن ده لما يحصل تيجو دامج زي ما احنا قلنا دلوقتي، بيخرج سبستانسز كتيره زي الهيستامين والسيروتونين والبراديكاينين والبروستاجلاندين والاكسس ايه والاكسس بوتاسيوم. ليه اكسس بوتاسيوم؟ لان لما الخليه تتدمر بتبقى اصلا احنا عارفين ان البوتاسيوم بيبقى جوه اكتر في الخليه اكتر جوه، تمام، من بره من الاكسترا سيلولر فلويد. فلما جوه اللي جوه خلاص الخليه اتدمرت خرج بقى البوتاسيوم كله بره، فبيبقى ستيمولس يعني. تمام. طيب الحاجات دي بتنشط بقى الايه؟ البين ريسبتورز. طيب ما انت دلوقتي هتقول ايه لما الميكانيكال ستيميليشن او ثيرمو ستيميليشن يعمل تيشو دامج؟ تمام. فهيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا سبستانسز دي هتعمل لنا ستيميليشن للريسبتور. تمام. فعشان كده بيقول لك ان الكيمو سنسيتيف ريسبتورز دي موجوده في اول الريسبتورز اللي عندنا دي بتستجيب لل الحاجات اللي هي السوبرفيشال والديب. تمام. عشان ايا كان ميكانيكال او ثيرمال هيحدث في النهايه هيؤدي الى ايه؟ حدوث الكيمو سنسيتيف ستيميليشن ده. تمام. او الكيميكال ستيميليشن. تمام. طيب احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ عن البين ريسبتورز، اتكلمنا عن النيتشر بتاعتها والديستريبيوشن والتايبس بتاعتها انواعها والميكانيزم اللي هي بتشتغل بيه. هنتكلم بقى دلوقتي عن الايه؟ عن الادابتنج او الادابتيشن قصدي بتاعها. تمام. يعني ايه ادابتيشن؟ كنا خدنا الريسبتورز اللي عندنا ممكن يحصل لها ادابتنج بسرعه جدا او مودريت، او ممكن ما يحصلهاش ادابتنج او تبقى بطيئه جدا. تمام. والبطيئه دي احسن نوع دي بتحصل في البين. يعني ايه؟ يعني ما بتعودش على الالم بسرعه. تمام. عشان ايه؟ عشان تديني زي مؤشر ان انا ابعد عن المسبب الالم ده. تمام. طيب في مثلا زي التاتش كده عندنا ايه؟ بيبقى بتاع ده رابيد ادابتنج. يعني مثلا ايه؟ انت لبست خاتم او كده، بعد شويه انت مش هتحس ان انت لابس خاتم اصلا. تمام. طيب فعشان كده بيقول لك ان هو ايه؟ بيبقى بتاع ده رابيد ادابتنج، لكن ده سلو ادابتنج ريسبتورز، ماشي. طيب عشان ما ينفعش اتعود على الالم، طبعا لو اتعودت على الالم فيبقى فيه تيش دامج كتير، فمش هقدر ابعد عن المسبب بتاع الالم ده. طيب انواع الالم ده في عندنا منهم 5 انواع. تمام. طيب 2 بيبقوا في السكن. تمام. ودول مور لوكالايزد عن التانيين، ماشي. يبقى احنا عندنا نوعين من ال بتاع ده البين، بيبقوا ايه؟ بيبقوا مور لوكالايزد. تمام. اللي موجودين في السكن كده كده معروفه. ليه بقى؟ لان السكن طبعا الريسبتورز فيها اكتر و مور سنسيتيف يعني. تمام. طيب لكن الحاجات الموجوده في الديب تيشو والفيسرا او كده ما بتجيش، يعني مش بيحصل الم ده غير لما يبقى فيه تيشو دامج سيفير بقى حقيقي. تمام. لكن الايد وكده وطبعا الاكستريميتيز اكتر طبعا في النهايه تحس بالبين اكتر من الايه؟ من ال كل ما ندخل يعني بروكسيمال او كده. تمام. طيب الاثنين اللي عندنا من السكن اللي هم مور لوكالايزد، تمام، من الباقيين. انا ما قلتش ان الاثنين نفس اللوكالايزيشن، لا، عندنا مور لوكالايزد من التقيين من الباقيين قصدي، اللي هو البريكنج. الاثنين بيحرب حرف البي، البريكنج والبيرنينج. تمام. البريكنج ده اللي هو القطع. تمام. طيب او الشك بالدبوس او كده. تمام. عندنا البيرنينج ده اللي هو احساس الحرقان. تمام. طيب البريكنج ده بيبقى ايه؟ بيبقى القطع او الشك ده بيبقى ايه؟ بيبقى فاست. تمام. بيبقى فاست اكتر من التاني، مور لوكالايزد وفاست اكتر من التاني. تمام. لكن البيرنينج ده بيبقى ايه؟ بيبقى اللي هو السلو بين، ماشي، اللي هو بيجي بعد الفاست بين ده على طول، ماشي. بيبقى ليس لوكالايزد اكتر، انت ما تقدرش تحس ايه المنطقه اللي انت حاسس فيها بالم بالظبط. يعني مثلا لو اتعورت في ايدك بيبقى حواليها كله كده بيبقى فيها ملتهبه وحمراء وكده، والحته اللي حواليها دي بتحرق، اول مكان نفسه هو بيوجع اكتر. تمام. طيب بيفضل بقى ايه؟ مستمر فتره اكتر، ماشي. طيب عندنا بقى تالت نوع هو الدال ايكينج بين، هو بيبقى مور ديفيوز، يعني ما تقدرش تحدد معالمه اكتر ان هو جاي من المنطقه الفلانيه، طب هو بيوجع قوي، طب احساس بالظبط ايه؟ ما تقدرش. بيبقى جاي منين؟ جاي من الديب تيشوز. تمام. طبعا عشان الريسبتورز تبقى فيها اقل. طيب عندنا ثروبينج بين، بيبقى ايه؟ فلكتويتنج ايه؟
ان انتنسيتي، يعني متغير في الانتنسيتي بتاعته، يعني ممكن بسرعه يعني فجاه يوجع قوي بعدين فجاه يقل تاني، تمام؟ اللي هو احساس النقح ده، تمام؟ مثلا يقول لك رجلي بتنقح عليا فتوجع شويه وبعدين تخف وهكذا، تمام؟ يعني مختلفه في الانتنسيتي. طيب زي ايه؟ زي الابسس، تمام؟ بيقول لك ايه؟ جايه بتيجي من اللوكالايز انفلاميشن في الديب تيشو، يعني ده برضو جاي من الديب تيشو زي الايه، زي الدال ايكنج، تمام؟ طيب بس ده بقى جاي من ايه؟ من الانفلاميشن بتاعه. طيب عندنا بقى الكولسيبين اللي هو الايه، الاحساس اللي هو المغص، المغص، تمام؟ جايه من الكرامبس بتاعه العضلات او السبازم بتاع العضلات، تمام؟ طيب بتاعه ايه؟ الوول بتاعه الهولو فيسترا. يعني ايه الهولو فيسترا؟ اللي هي يعني بتبقى فيها فراغ كده، زي الانتستين، زي المعدة، زي المثانة وكده، تمام؟ طيب كده اتكلمنا عن الايه، عن البين في النوع بتاعه، تمام؟ طيب هنتكلم بقى على حسب الاوريجين بتاع البين جاي منين، هل هو جاي من السكين من بره، ولا جاي من الديب تيشو، ولا جاي من الفيسر، ماشي؟ طيب اللي جاي من السكين، ماشي، اسمه ايه؟ كوتينيس. طيب الديب اللي جاي من الفسترا فيسترا. طيب اللي جاي من الكوتينيس بقى بيقول جاي من السكن والسبكوتينيس تيشو، تمام؟ سبكوتينيس تيشو ما يقصدش اللي هو المصل والحاجات دي كلها، لا، السبكوتينيس اللي هي الطبقه السبكوتينيس او كده. طيب الديب بين ده جاي منين؟ جاي من الحاجات اللي تحت السكن بقى، عندك المصل جوينت والليجمنت اللي احنا قلناها دي كلها. طيب عندنا بقى الفيسترا جاي منين؟ جاي من الانترنال فيسترا اللي عندنا. طيب الكاركترز بتوعه احنا قلنا اللي جاي من السكن نوعين اتنين بس، البريكنج والبيرنينج، تمام؟ طيب اللي جاي من الديب قلنا ايه؟ قلنا ان هو كان نوعين، الدال ايكينج وال بتاع ده والسوربينج بين، بس هو مش كاتبه، تمام؟ طيب الفيسترا بقى اللي جاي من الفيسترا هو الايه؟ هو الدال ايكينج برضو، او الايه، او الكولكي بين اللي هو المغص يعني، ماشي؟ طيب الافرنت بقى، الافرنت في الكوتينيوس بين زي ما احنا قلنا بتبقى بمور سنسيتيف طبعا، ويعني فاهمين اللي هو بحس بيها اكتر ومور لوكالايزد اكتر، يعني طالما مور لوكالايزد اكتر فالافرنت بتاعها بيبقى ايه؟ الفا دلتا، ايه دلتا سوري، تمام؟ ممكن كمان يبقى ايه؟ يبقى سي فايبرز، يعني ممكن تاخد ده او ممكن ياخد ده، تمام؟ طيب ليه؟ لان طبعا البريكنج احنا قلنا ايه؟ مور لوكالايزد عن البيرنينج، البريكنج مور لوكالايزد عن ايه؟ عن البيرنينج، تمام؟ طيب طالما مور لوكالايزد فهياخد ايه؟ ايه دلتا فايبرز، تمام؟ طيب البيرنينج ده اقل لوكالايزيشن منه شويه فياخد السي فايبرز، الاثنين التانيين بقى ايه؟ نون مايلينيتد سي فايبرز عادي، ماشي؟ طيب ف بيقول لك هنا بقى زياده في الفيسترال بين، بيقول لك ان هو نون مايلينيتد سي فايبرز بس ويز مينلي ويز الايه؟ طيب انواع البين ده، هل هو سلو ولا فاست؟ احنا قلنا طالما ايه دلتا، تمام، فيبقى فاست، تمام؟ طيب فالكوتينيوس في ايه وسي، فهيبقى فاست وسلو عادي، لكن الديب بين والفيسترا الاثنين ما فيهمش غير سي بس، فهيبقى ايه؟ سلو بين بس، ماشي؟ طيب طبعا قلنا كوتينيوس طالما ايه دلتا وهو كوتينيوس على سكان من بره فيبقى مور لوكالايزد، تمام؟ لكن الديب والفيسترال بيبقى ايه؟ بورلي لوكالايزد، اقل لوكالايزيشن شويه، تمام؟ طيب نيجي بقى الاسباب اللي ممكن تعمل لنا بين في الكوتينيوس او يعني على السكين من بره او على الديب او في الديب يعني او في الفيسرا، ماشي؟ طبعا عارفين الكوتينيوس اللي احنا قلنا عليهم اللي هو الميكانيكال او الثيرمال او الكيميكال ستيميليشن. طيب الحاجات بقى اللي ممكن تعمل لنا ستيميليشن للبين ريسبتورز من جوه بقى، تمام؟ الديب بقى سواء كان الديب او فيسرال او كده، هي ايه؟ هي حاجه معينه يعني اللي هي الاسكيميا، تمام؟ طيب اسكيميا يعني نقص البلد فلو، نقص البلد فلو يعني تيشو دامج. ليه؟ لان هيحصل ان الخلايا مش بيروح لها دم كافي، تمام؟ فيحصل ايه؟ تيشو دامج. طيب التيشو دامج ده تطلع لنا الايه؟ المواد اللي احنا عارفينها اللي هي الكيميكال سبستانس دي، تعمل لنا ايه؟ تنشط لنا الريسبتورز، تمام؟ طيب البين ريسبتورز يعني. طيب بيقول لك بقى في الديب دي اللي هي بتبقى موجوده في الجوينتس والمصل والحاجات دي كلها والتندون والليجمنت وكده، بيقول لك ان الاسكيميا بتحصل ليه؟ بتحصل بسبب السبازم، تمام؟ حصل سبازم على العضله حصل لها سبازم، تمام؟ طيب عملت ايه؟ عملت البلاد سبلاي اللي راح لها قل، ماشي؟ ليه؟ لانها عامله سبازم يعني عامله ضغطه، تمام؟ فلما تكون حاجه متنشنه او ضغطه او كده بتبقى بتضغط على الايه، على ال اسمه ايه ده، اسمها ايه، اللهم صل على محمد، بتبقى ضغط على ايه، على البلود فيسلز او كده، فالدم اللي بيروح لها قليل، طالما الدم راح لها قليل تيشو دامج، وهكذا نطلع بقى ال بتاع ده
الميتابولايتس او كده تنشط لنا الريسبتورز. طيب نفس الكلام هناك برضو الاسكيميا بتحصل بسبب ايه؟ بتحصل برضو بسبب الاسبازم بس بتاعت الهولوفيسرا. الهولوفيسرا زي ايه؟ زي مثلا اليوريتريك سبازم او الانتستاين سبازم او كده. السبازم اللي بيحصل في السموث مازر بتاعتهم. تمام. طيب ممكن كمان يحصل سبازم على الايه؟ قلنا برضو طبعا السبازم بيضغط على الايه؟ على البلود فيزلز الموجوده. تمام. طيب برضو الاوفر ديستنشن، برضو اوفر ديستنشن بتاع مثلا المثانه او كده ضغطت جامد قوي على البلود فيزل، الدم اللي راح لها قليل، الكيميكال سبستانس طلعت راحت نشطت وهكذا. طيب الثرومبوزس برضو ماشي. عارفين طبعا الانجينا، الانجينا بتحصل ازاي؟ الانجينا لما الكوروناري ارتري ما يبقاش في مثلا فرع منه تسد او كده، او مش بيوصل دم كويس للقلب، فبيحصل اسكيميا. اسكيميا تعمل لنا ايه؟ تعمل لنا الانجينا دي، لانها بتخرج طبعا المواد دي كلها تروح تنشط لنا الايه؟ الريسبتورز. تمام. طيب كمان في الفيسرا ممكن يحصل كيميكال اريتيشن زي ايه؟ عارفين الجاستريك ألسر. تمام. ربنا يحفظكم كلكم، يعني يحفظنا كلنا. ممكن تعمل بيرفريشن. تمام. لما يحصل بيرفريشن فالجاستريك اسيد اللي جوه ده تمام يروح متسرب على بره، لما يتسرب على بره يحرق اللي حواليه. تمام. اريتيشن، تعمل اريتيشن. تمام. التهابات وتموت خلايا جوه وتشيل، فاهم؟ تمام. طيب عندنا كمان الانفلاميشن. طيب الانفلاميشن نفس الكلام، بيبقى ديستراكشن للسيلز، بعدين الليبريشن للايه؟ للكيميكال سبستانس، وتعمل ستيميليشن للبين ريسبتورز. طيب التشنج بقى اللي بيحصل، طيب انا بستجيب ازاي للالم ده؟ تمام. انا نفسي زي تيان سوماتيك، او جسدي نفس من جوه هو اللي يستجيب، وانا بقى ايه؟ ال ايموشنال بقى وكده. تمام. طيب ايموشنال طبعا كلنا عارفينه، انكزايتي وفير وكراينج وديبريشن والحاجات دي كلها. طيب السوماتيك ازاي؟ انا لو حاجه شكتني او حاجه لا ساعدني انا اشد ايدي. تمام. في الكوتينيوس، في الكوتينيوس تيشو طبعا، مش من جوه، من جوه انا اشد نفسي ازاي؟ تمام. فاهمين؟ فالكوتينيوس ويذرول ريفلكس، هسحب ايدي على طول. تمام. طيب اللي هي السوماتيك يعني تشينج او السوماتيك بتاع ده ريسبونس بتاعتها. طيب الديب بين، الديب بين مثلا لو في وجع في مصل جوه او حاجه زي كده، او مش العضله بتشد. تمام. او في بين او كده، العضله اللي جنبها تروح شده تحميها. تمام. عشان ما فيش حد يجي ايه؟ تروح واقفه كده قدامنا عشان ما فيش حد يجي يلمسها تاني ويسبب الم. تمام. طيب الفيسرا بقى، طبعا الفيسرا ما فيهاش عضلات جوه. تمام. الاعضاء جوه ما عندناش عضلات. تمام. اللي بيحصل زي مثلا الليفر او كده او اللونج او كده، بيحصل ايه؟ بيحصل اسبازم للعضلات اللي فوقها، بيبقى في عضلات فوقها، بيحصل اسبازم للعضلات الايه؟ اللي فوقها. لما يحصل اسبازم للعضلات اللي فوقها تحميها بقى ان هو حد يوصل. عارفين الجيردنج والريجيديتي اللي احنا اخدناها في المديول اللي قبل اللي فات ده؟ تمام. لما حد تيجي تلمس بطنه وتكون فيها الم او كده يروح عامل جيردنج على طول، او تبقى بطنه نفسها الوول بتاعه نفسه بيبقى فيها ريجيديتي نتيجه للبين اللي هو منتشر في البروتينيوم كله، فيه انفلاميشن. تمام. فلو لمسته يعمل بين، فيعمل جيردنج. تمام. طيب يعمل قصدي ريجيديتي. تمام. طيب الاوتونوميك بقى، جسمي من جوه هيستجيب ازاي؟ اولا في لو في الم من جوه، يعني انت في الكوتينيوس او كده اتحرقت او كده، بس طبعا حرق شديد. تمام. او يعني مش مثلا حرق عادي كده فضربات قلبي هتزيد والارتيريال بلود بريشر يعلى، لا وكده تبقى حاجه مثلا ايه واخدك جزء كبير منك. تمام. طيب فالسمباثيتك بيزيد. تمام. فيعمل لك ايه بقى؟ يزود لك الهارت ريت والارتيريال بلود بريشر. طيب لو سيفير بين بقى، ده ربنا بيحمينا بقى عشان ما نحسش بالسيفير بين ده، يعمل ايه؟ يحصل لك يحصل الهارت ريت بتاع ده يقل. تمام. البارسمستك هو اللي اشتغل. تمام. دي المفروض يقل. ماشي. الهارت ريت يقل والارتيريال بلود بريشر يقل. فالناس بقى ممكن من لو انتوا بتشوفوا طبعا، يعني ربنا ينصر اهلنا في غزه يا رب ويثبتهم وكده ويربط على قلبهم يا رب. فلما الاطفال من شده الالم بيغمى عليهم. تمام. فده ميكانيزم ربنا عامله يعني عندنا عشان ايه؟ عشان ما يحسوش بالالم الشديد ده. ماشي. طيب عندنا الديب بين هيحصل ايه؟ البارسمباثيتك بقى اللي هيشتغل هو الفيسرال بين. تمام. فهيعمل لك ايه؟ هيقلل لك الهارت ريت والارتيريال بلود بريشر، الارتيريال بلود بريشر في الاثنين. ماشي. طيب اتكلمنا طبعا عن الايموشن. طيب التايبس بتاعت الكوتينيوس بين بقى اللي احنا اتكلمنا عنهم من شويه، ان في فاست وفي سلو. تمام. الفاست بين اللي احنا قلنا عليه بريكنج. تمام. اللي هو بيبقى مدته اقل من او بتبقى مدته اقل من الثانيه، اللي هي بتبقى 1 من 10 ثانيه. تمام. بتبقى 10 ثانيه. تمام. السلو بين ده بقى بيبقى مدته ايه؟ او مش مدته اللي بيقعد بيها، لا
بيحصل بعد الاستيمولس بقد ايه؟ بيحصل بعد الاستيمولس بواحد من ملي، واحد من 10 سكند، تمام. طيب السلوبين بيحصل بعد 1 سكند، تمام. يعني بعد ما ده يحصل اصلا، ماشي، بي يعني بفتره، تمام، ب 10 ملي سكند. بعد ما ده يحصل ب 10 ملي سكند اللي هو الفاست بين، الثاني بقى بيبدا يحصل، ماشي، اللي هو السلوبين، ماشي. طبعا السلو اللي احنا قلنا عليه بوري لوكالايزد شويه، ماشي، عن الثاني اللي هو الفاست، ماشي، عشان هو بيرنينج، تمام. وبالسي فايبرز عشان احنا قلنا عليه برضو كده، والتاني بيبقى بالاي دلتا فايبرز، بيبقى اسمه بريكنج بين او اميديت بين، التاني بيبقى ديليت او بيرنينج او سلو، تمام. طيب ده الافرنت بتاعنا، قلنا الاي والسي. طيب التايم بتاع الاوكينج احنا قلنا عليه برضو اللي هو ايه، 1 من 10، والتاني 1 سكند، تمام، بعد الاستيمولس، بعد الاستيمولس ما يوكر، تمام، مش المده اللي بيقعدها، تمام. طيب الفاست بين ده بيبقى سلو ديوريشن، يعني بيقعد فتره بسيطه جدا، لكن التاني بيبقى لونج ديوريشن، بيكمل، هو اللي بيكمل معاك بقى، تمام، احساس الحرقان ده، تمام. طيب ده بريننج زي ما احنا قلنا، وده اسمه ايه، ده قصدي بريكنج اللي هو الفاست، تمام، والتاني ايه بريننج، ماشي. طيب طبعا ده واللوكالايز، ده بولي لوكالايز شويه زي ما احنا قلنا عشان بالسي فايبرز وكده، تمام، وبينتهي في الثالاموس، تمام. وده بينتهي فين؟ في الكورتكس، السنتر بتاعه يعني في الكورتكس هنا، والسنتر بتاع ده في الثالاموس، ماشي. ما فيش مانع برضو ان في شويه اعصاب منه يكملوا على الايه، على الكورتكس، ماشي، عشان ما نتكلم فيه دلوقتي. ممكن شويه اعصاب بس مش بتكمل في الكورتكس عند النيوكلياس محدده، لا، بتتفرع كده يعني في حاجات، في مناطق عشوائيه، عشان ايه؟ بعض اللوكاليزيشن، ماشي، عشان هو بولي لوكاليز، يعني اوريدي اصلا هو لوكاليز بس اقل شويه، ماشي. طيب عشان ده مش كرود، ماشي، ده مش كرود، تمام، ده سلوبين، ماشي، مش درجة كرود يعني، ماشي. طيب بيقولك ان هو بيحصل هنا في السكن بس، ماشي، الفاست بين ده بيحصل بس في السكن، ده في السكن والديب تيشو عادي، ماشي، ماشي. طيب الباس واي بتاعه البين بقى، احنا قلنا ان في ريسبتور وفي استيمولس، قصدي، وبعدين ريسبتور، وبعدين الثري اوردر نيورونز اللي احنا قلنا عليهم، واخر حاجه سنتر، ماشي. طيب احنا بصوا، هو في الاول بيبقى كده، بيبقى يعني ادي طبعا مش لازم ارسم حتى في النص دي، ماشي. بيدخل فين بقى؟ بيدخل في الدورزال هورن، ماشي، الافرنت يعني. بصوا انا هروح ارسمها واجي، ماشي. طيب عشان نبقى متفقين كده، اي نيرف، تمام، او اي فايبر هيجي هيروح يعمل ايه؟ ريلي في الدورزال روت جانجليا، تمام، دي الجانجليا بتاعت الدورزال روت، تمام. طيب بعدين هيطلع لنا بقى ايه، نيورون، تمام، يدخل في الدورزال هورن، ماشي. طيب لما يطلع لنا النيورون ده ويدخل في الدورسال هورن، هيقعد بقى ايه زي ما احنا قلنا فوق في ادي سنتر الكنال، هيجي يعدي من قدامها كده، وبعدين يطلع على فوق في طبعا البين ده، البين ما كان موجود فين؟ كان موجود في اللاترال، اللاترال سباينوس سلاميك تراكت، ماشي. طيب فبيقول لك هنا اول حاجه هيدخل فين الفيرست اوردر نيورون، هيعمل ريلي فين؟ ده اللي هو ده، ماشي. طيب ثانيه واحده عشان اقول لكم، ده اللي هو ده، ماشي، هيعمل ريلي في الدورسال روت جانجليا، تمام. طيب طبعا الريسبتور بتاعه هو ايه؟ الريسبتور اللي كان هنا ده بيبقى ايه؟ بيبقى فري نيرف اندنج زي ما احنا قلنا. طيب الفايبر على حسب بقى، هنا في الفاست بين احنا قلنا ان هو الفا اي دلتا، وهنا ده سي فايبر، تمام. طيب بينتهي فين بقى؟ ثانيه واحده، بينتهي في الهورن اللي احنا قلنا عليها دي، ماشي. طيب يبقى تاني ادي ده كده، وبعدين بيدخل عند الجانجليا، وبعدين يكمل هنا ينتهي فين؟ في الدورزال هورن دي، ماشي. طيب ماشي. طيب الدورزال هورن دي متقسمه عندنا، عايز اقول لكم ان هي متقسمه لست طبقات، ماشي. ده هيدخل فين؟ في الطبقه رقم 1، لامينا رقم 1 من الدورزال هورن بتاع السباينال كورد، تمام، في الطبقه رقم 1 اللي هو الفاست بين. طيب السلوبين هيدخل فين؟ هيدخل في الطبقه 1، هيدخل في الطبقه قصدي 2 و3، هيدخل في الطبقه 2 و3 فيها خلايا بقى، هيروح بقى ايه يعني يستحس الخلايا دي تطلع لنا فايبرز ثانيه تكمل بقى بالسكند نيورون، تمام. طيب فهنا بيقول لك ان هو ايه، وهنا مسميين الطبقه رقم 2 ورقم 3 باسماء باسم تاني، تمام، اسمها سبستانشيا جيلاتينوزا اوف هولندي، تمام. طيب سبستانشيا جيلاتينوزا اوف ايه، اوف هولندي، دي الطبقه الثانيه والثالثه، تسميت بذلك الاسم فين؟ في الدورزال هورن، تمام. طيب تاني واحد بقى لما يطلع، ماشي، احنا عارفين بقى ان هو ايه، قلنا ادي واحد دخل اهو، ماشي، دي ثانيه واحده عشان دي سنتر، ماشي،
ماشي دخل كده انتهى في الحته دي، طلعت لنا بقى ايه سكند اوردر نيورون. سكند اوردر يعني في الترتيب بتاعه رقم 2، تمام؟ طلعت لنا النيورون ده، ماشي. طيب هيوصل بينا لحد فين؟ قلنا في اللاترال هو هيطلع، هيوصل بينا لحد فين بقى؟ بيقول لك ان هو الاكزون بتاع السكند نيورون ده بيكروس اوبوزيت الايه الاوبوزيت سايد قدام السنترال كانال، زي ما احنا قلنا اهو، ماشي. بيدخل للاوبوزيت سايد اهو، بيدخل على الناحيه الثانيه قدام السنترال، بيعدي على السنترال الكانال، تمام. طيب بعدين يطلع فين بقى؟ في اللاترال سبينسلامك تراك زي ما احنا قلنا، تمام. يطلع في الحته في الناحيه اللاترال، يعني مثلا لو في واحد فوق اهو طالع في الحته اللاترال بتاعته، ماشي. طيب ماشي. بيقول لك ايه؟ اول ما يوصل عند البرينستم بقى، ماشي، ادي بتاع اهو النيرف اهو، احنا قلنا ده اول واحد دخل على الدورسال روت، بعدين طلع لنا نيرف تاني كمل، ماشي، لللاترال سبينسلامك تراكت لحد ما يوصل فين بقى؟ على البرين فوق، تمام. طيب هيعدي فين؟ هيوصل على الثالاموس، ماشي. طيب او طبعا هو ماشي على الثالاموس كده، هو بيعدي طبعا في خط مستقيم كده وبيعدي قدام الايه او جوه البرين ستيم، ماشي. طالما هو معدي جوه البرين ستيم سمي باسم ايه؟ اول ما يدخل على البرين ستيم كده يقول لك ده اسمه ايه؟ سباينال لمينيسكس، تمام. طيب اللمينيسكس دي حاجه تانية، بتبقى اتنين تراكتس اصلا بيبقوا طالعين، و اسمه ايه ده؟ اللهم صل على محمد. اتنين تراكتس بيبقوا طالعين، يعني بيبقوا ليهم نفس الفانكشن او كده. هو الدكتور قال حاجه زي كده، دكتور ناجي، بس يعني هي مش علينا، ماشي. هو اول ما يدخل على البرين ستيم يتسمى على طول باسم تاني اللي هو الايه؟ السباينال لمينيسكس، تمام. طيب بينتهي فين بقى؟ بينتهي في الثالاموس، سكند اوردر نيورون، سواء هنا او هنا هينتهي فين؟ هينتهي في الثالاموس، ماشي. ادي مثلا الثالاموس هنا، هينتهي في نيوكليس اسمها ايه؟ بوستيريو او بوستيريو فنترال ايه نيوكليس، تمام. بوستيريو فنترال نيوكليس موجوده فين؟ موجوده في الثالاموس، تمام. ده في ايه؟ ده الفاست بين. طيب عندنا هنا هيكمل من، طبعا احنا قلنا هيدخل في اللمان 2 و3 اللي هو اسمها ايه؟ سبستانشال جيلاتينوز او فريلاندي. طيب ماشي. الاكزون بقى ايه؟ بيعدي قدام الايه؟ نفس الكلام، بيعدي للاوبوزيت سايد للناحيه الثانيه قدام السنترال كانال، بعدين يطلع على فوق لللاترال سبينوسلامك تراكت، تمام. طيب اسمه باليو سبينوسلامك تراكت، ده الاسم ده ليه؟ على حسب، هم هقول لكم الاسم ده على حسب الامبريولوجي، تمام، يعني انهي كون الاول، ماشي. طيب في السباينال كورد، تمام. طيب بيجي بقى ايه؟ بينتهي فين؟ بينتهي في نون سبيسيفيك نيوكليس، تمام. ده نون حاجه اسمها نون سبيسيفيك نيوكليس في الايه؟ الثالاموس، تمام. وريتيكولار نيوكليس، ماشي، في الريتيكولار نيوكليس والنون سبيسيفيك نيوكليس، تمام. سبيسيفيك اللي هو بيقول لك اراوند النيورون، في دي بيقول لك هنا اهي ارايز فروم الريتيكولار نيوكليس، ماشي. هو بيقول لك ايه؟ بينتهي عند الايه؟ حوالين ادي الريتيكولار نيوكليس مثلا اهي، وين النون سبيسيفيك نيوكليس بينتهي حواليهم، تمام. اول ما ينتهي حواليهم يروح مطلع بقى الريتيكولار والنون سبيسيفيك، تروح مطلعه ايه بقى؟ مطلعه الثيرد اوردر نيورون. طيب احنا مش قلنا ان هو ثانيه واحده، احنا وصلنا لحد فين؟ ثانيه بسجل ولا لا؟ تمام. طيب بيقول لك ايه هنا؟ ماشي. بيقول لك المنطقه دي او النون سبيسيفيك نيوكليس دي تسمى بالانترا لامينر والميد لاين نيوكليس، ماشي. طيب فين بقى؟ في الثالاموس، ماشي. طيب بيقول لك only few fibers، هم شويه fibers بس، ماشي. هقول لك، طيب بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك ان هو بينتهي في النيوكليوس اللي هي الريتيكولر والايه النون سبيسيفيك، بس النون سبيسيفيك ده بيبقى شويه fibers بس اللي بيروحوا لها، مش كتير. لكن المين اللي بينتهي فين؟ بينتهي عند الايه؟ الريتيكولر، حوالين الريتيكولر ايه نيوكليوس، تمام. طيب بس يعني هما الاثنين الريتيكولار والنون سبيسيفيك، ماشي. طيب هنا بقى بيقول لك ان هو انتهى عند البوستيريو فنترال نيوكليس، ماشي. طيب اول ما انتهى عند البوستيريو فنترال نيوكليس كده راح مطلع نيرف ثالث، يعني ماشي. يبقى طب عشان نبقى ماشيين كده مع بعض، ادي اول واحد انتهى فين؟ عند الايه؟ عند الهورن، الدورسال هورن، تمام. تاني واحد كمل من الدورسال، طلع من اللي هو اللمنه واحد او اثنين او ثلاثه ايا كان في سلو او الفاست بين، طلع لنا على ايه؟ على كمل لنا فوق على الايه؟ لحد ما راح لي النيوكليس، ماشي. ده تاني واحد. طيب النيوكليس دي هتطلع لنا بقى ايه؟ هينتهي حوالين النيوكليس، ماشي. طيب او إيه؟ هيروح بقى طبعا ينتهي حواليها فينشطها، تمام. هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا فايبر تالت، ماشي. ده بقى ايه؟ الاخر واحد وهو الثيرد اوردر نيورون، تمام. طيب ماشي. طيب بيقول لك ان هو بيطلع فوق، ماشي، عند الثالاموس، ماشي،
و ascend the A to pass it through the posterior limb بتاع ال internal capsule to reach the somatic sensory area. أهم حاجة هنا هو يوصل إيه؟ هيوصل حتة اسمها somatic sensory area، ودي المسؤولة عن الإيه؟ عن الإدراك أو الحس أو الفهم كده عندنا، تمام؟ طيب ماشي، somatic sensory areas مش 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 area واحدة بس، تمام؟ في عشان إحنا عندنا area واحد و area اتنين، تمام؟ وهناخدهم، ماشي؟ طيب ماشي، اللهم صل على محمد، نكمل. يبقى احنا كده قلنا تالت واحد طلع لنا من البوسترو، هو انتهى حوالين البوسترو فنترال نيوكليوس في الفاست، تمام؟ طلع لنا منها بقى ايه فايبر تاني كده او اكزون، تمام؟ من خلال بقى ايه مشي كده في البوستيري لمب بتاع الانترنال كابسول، ماشي؟ دي برضو حاجه في الاناتومي، بس انا ما اعرفوش يعني، اللي عرفته قلته لكن ده انا ما اعرفوش، ماشي؟ بيطلع لنا في البوستيري لمب بتاع الانترنال كابسول احفظيها زي ما هي لحد ما يوصل لنا لايه للسوماتيك سنسوري اري، ماشي؟ طيب نيجي بقى للسلوبين. السلوبين احنا قلنا اللي هو انتهى في الثالاموس، ماشي؟ بيقول لك ان في شويه فايبرز بتارايز من الريتيكولار نيوكليس دي والنون سبيسيفيك ثالاميك نيوكليس دي، بتطلع في بتعمل سنسوري راديشن. يعني ايه؟ عارفين سنسوري راديشن دي يعني اشعاع، يعني مش كتير، يعني هم هناك متركزين في حاجه اسمها سنسوري ارياز، تمام؟ لكن هنا ايه راديشن يعني ايه داخله بشكل عشوائي كده، لانها ايه قلنا ان هي بور لوكاليزيشن. طيب اللي بيروح على الكورتكس ده بيبقى ايه؟ بيبقى المفروض يبقى ويل لوكاليزيشن، تمام؟ او في منطقه معينه في الكورتكس ده يبقى ويل لوكاليزيشن او ويل لوكاليزد يعني، تمام؟ لكن هنا دي بور لوكاليز، تمام؟ فتمشي كده بشكل عشوائي في الكورتكس عشان تعمل لنا ايه شويه لوكاليزيشن مش اكتر، ماشي؟ طيب بتنتهي في بشكل ديفيوز كده عشوائي في الاول اريا بتاع السيربرال كورتكس، تطلع كده تعمل اي ريلي في اي حته فوق، ليه؟ عشان شويه لوكاليزيشن مش اكتر، ماشي؟ طيب النوتس بقى بيقول لك ايه ان الفايبرز بتاعه النيو سباينوسايل النيو اللي هي جديد، تمام؟ باليو يعني قديم، ماشي؟ طيب اللي احنا اتكلمنا عنها فوق الباليو دي، ماشي؟ بس هنا بيقول لك ان هي نيو، ماشي؟ اللي هي اللاترال، انا قلت ماشي 500 مره مش مهم. النيو سباينوسالاميك تراكت ده نيو يعني جديد، ده احد ده الاحدث في التكوين، تمام؟ والباليو يعني قديم اللي هو الايه الادم في التكوين، ده حاجه امبريولوجيكال ماليش دعوه بيها، ماشي؟ طيب الفيو فايبرز دي بيقول لك ان هي اللي هي بتدخل في الريتيكولار في الريتيكولار فايبر، بتعمل قصدي ريتيكولار فورميشن، يعني ايه؟ بتعمل زي شكل شبكه كده، تمام؟ ملناش دعوه فيه. يعني بصوا هو بيقول لك ايه هنا؟ قال لك ان هي بتنتهي في الريتيكولار نيوكليس والنون سبيسيفيك نيوكليس، ماشي؟ وهنا قال لك ان هي بتنتهي فين؟ حوالين الايه بتاع ده، طبعا هنا حواليها وهنا حواليها برده اللي هي البوستيريور فنترال نيوكليس. طيب هنا نفس الكلام برضو، بتنتهي في البوستيريور فنترال نيوكليس، بس في شويه صغيرين خالص كده، شويه فايبرز جدا صغيرين يعني، بينتهي في الريتيكولار نيوكليس دي، ماشي؟ طيب معلومه مالهاش لازمه برده. بيقول لك ان الكيميكال ترانسميتر ريليزد ات ايه اللي هو في الفاست بين في الالفا دلتا ده، هي ايه؟ هو الجلوتاميت. بيبقى احنا طبعا لو حد ذاكر البايو فبيبقى ايه اكزايتيتور نيورو ترانسميتر، تمام؟ لكن هنا اللي بيفرز من السي فايبرز بتاعت السلوبين دي هي السبستانس ايه بي، تمام؟ طيب بس كده خلصنا الباسوي، وده كان اصعب حاجه المفروض عندنا. يبقى تاني احنا اتكلمنا عن الباسوي في ايه؟ الباسوي كان اول حاجه بصوا، اولا كان في بتاع ده نيورون بيجي كده، تمام؟ نعتبر ان دي سنتر كانال، يدخل فيه الدورزال هورن كده يطلع قدام السنترال كانال، ده اول نيورون بينتهي فين؟ بينتهي في الدورزال هورن، تمام؟ يطلع فايبرز يعدي قدام السنترال كانال، ده سكند اوردر نيورون، يعدي قدام السنترال كانال يطلع على فوق على اللاترال سباينو سيلاميك تراكت، تمام؟ يوصل للايه يطلع عند البرينستم، يسمى بالايه بالسباينال ليمينسكس، تمام؟ طيب ماشي. طيب نكمل، ماشي؟ يطلع في بشوف حاجه بس بتاكد السباينو سيلاميك تراكت، تمام؟ يوصل على الايه على الثالاموس، ماشي؟ طيب في الفاست بين يسمى ب يطلع على نيوكليس فوق حوالين نيوكليس، يعمل ريلي حوالين نيوكليس كده، اسمها ايه البوستيريو فيترال نيوكليس، تمام؟ لكن في السلو بين يطلع على النون سبيسيفيك نيوكليس والريتيكولار نيوكليس، الاكتر فيهم ايه هي الريتيكولار او الشبكه، يعني يعمل شكل في الشبكه كده، تمام؟ فهو قال لك ان هي مره هنا قال لك ان الريتيكولار دي اسم نيوكليس موجوده اللي هي الريتيكولار نيوكليوي، تمام؟ وفي مره قال لك ان هي يعمل ريتيكولار فورميشن شكل شبكه، تمام؟ ايا كان هي ناخد اسم ريتيكولار وايا كان هو يجيبه في الام سي كيو براحته، ماشي؟ طيب
طلع لنا على الثلمس في الفاست بين، يروح مطلع لنا شويه فايبرز، تمام، طلع لنا فايبرز تروح على الايه، على السنسوري اريا في الكورتكس، تمام. طيب السلو بين يعمل لنا ايه؟ يدخل ممكن يقف عند الثلمس، لكن بيعمل ايه برضو؟ بيعمل شويه راديشن كده، يعمل شويه فايبرز كده غريبه كده في، مش في منطقه معينه، يعني كل الفايبرز هنا بتروح لمنطقه معينه بس، تمام. لكن في السلو بين بيعمل ايه؟ بيعمل في الاول كورتكس، ماشي. طيب اللهم صل على محمد، كده ايه خلصنا الجزء ده. طيب عندنا حاجه اسمها ريفيرد بين. ايه الريفيرد بين ده؟ مش بتسمع لما حد يقول لك ايه مثلا ايه، يقول لك الكتف الشمال وجعني، فبيقول له لا ده انت عندك ده في حاجه في القلب انت لازم تروح تكشف. طيب كتف اليمين ده في حاجه في المراره انت لازم تروح تكشف. طب مش عارفه رجلي، طب مش عارفه ايه، طب ده حاجه زي ايه ثانيه واحده. طيب يا دكاتره نكمل، انا كنت فكرت ان انا بسجل اصلا، حصل خير. طيب كنت سجلت دي ودخلت على البين كنترول وكده، الحمد لله. طيب ريفيرد بين اللي هو البين ايه؟ لو في مثلا اورجن عندك جوه بيسمع فيه درماتوم معين، يعني ايه درماتوم؟ يعني جزء من جلد معين، تمام. طيب جزء من الجلد ده البتاع ده، اللهم صل على محمد، الفايبر بتاع البين ريسبتور اللي فيه بيبقى فيه نظريتين عندنا، تمام. طيب النظريتين دول ايه؟ حاجه اسمها كونفرجنس بتاع ده بروجكشن ثيوري، والتانيه اسمها فاسيليتيشن ثيوري، ماشي. طيب الكونفرجنس دي يعني ايه؟ الاثنين بيقربوا من بعض، تمام، وبيأثروا على نفس الايه، على نفس النيورون. طيب ايه الفاسيليتيشن دي؟ فاسيليتيشن دي يعني ان هما طبعا في الاثنين دول، انا اقصد بيهم ايه؟ اقصد ان اسمه ايه، اللهم صل على محمد، نسيت ليه بتاع ده اسمه ايه، نيرف، النيرف فايبر ده، ماشي، اللي جاي من الدرماتوم، والنيرف فايبر اللي جاي من الاورجن اللي جوه، ماشي. طيب المهم يعني الاثنين دول بيقفوا على نفس الايه، على نفس السكند اوردر نيورون، تمام، بيدوا اشاره هما الاثنين لنفس السكند ايه اوردر نيورون. يعني مثلا ما اكيد مش الاثنين مثلا ممكن يتصابوا بالالم في نفس الوقت، ماشي، فممكن ده يتصاب بالالم وممكن ده يتصاب بالالم، بس عاده السكند اوردر نيورون ده بيستجيب لايه، او عارف ان على طول الالم بيجي له منين؟ من الدرماتوم. نادرا ما بيجي له من هنا، لو في مثلا اورجن دامج او كده، او تيشو دامج في الاورجن ده، زي الهارت بقى، عندك الكيدني، الحاجات دي كلها. طيب الفيرد بين ده يعني ايه؟ يعني هو مسمع في مكان ما. طيب زي ايه مثلا؟ زي الكاردياك بين. لو انت عارف ان لو حد مثلا عنده القلب او كده بيقول لك ايه، بيقول لك كتفي وجعني، كتفي الشمال وجعني، بشكل اصح عشان كتفي ايه، كتفي الشمال، تمام. طيب كتفي الشمال وجعك ليه؟ عشان ده من الريفيرد بين بتاع الهارت، تمام. بس برضو مش كل اللي ايه، مش كل اللي كتفهم الشمال وجعهم يبقى فيه تيشو دامج في الهارت، تمام. طيب وهكذا. عندك ايه كمان؟ كمان بيسمع فين؟ في البيز بتاعت النك، تمام. طيب عندك ايه كمان؟ عندك الجول بلادر. الجول بلادر بتسمع فين؟ بتسمع في الرايت شولدر. يبقى احنا عندنا ليفت شولدر ورايت شولدر. طيب الليفت شولدر في ايه؟ في الكاردياك بين، والجول بلادر في الرايت شولدر. طيب عندك البين بتاع الابندكس اولا بيبدا حوالين الامبليكس، تمام، بعدين يمشي واحده واحده كده لما يبقى سيفير قوي، او يبقى في يعني سيفير تيشو دامج، بينزل على مكان الامبليكس ايه، الامبليكس ايه سوري، ينزل على مكان الابندكس تحت، تمام. طيب فبيبقى اراوند الايه، الامبليكس في الاول. طيب الرينال او اليوريتريك ايه، اليوريتريك بين. طيب بيسمع فين؟ بيسمع في الابر بارت من الثاي، وفي الميلز بيسمع في التستيكلز، تمام. طيب عشان بيبقوا طبعا ايه، التستيكل بيبقى هما الاثنين بيبقوا نفس الامبريونيك اوريجين، هما يعني التستيكل كانت بتبقى المفروض في الظهر في الاول وهكذا، يعني امبريولوجي بقى والكلام زي كده. طيب الميكانيزم بقى اللي عندنا الاثنين، احنا عندنا الكونفرجنس والفاسيليتيشن، احنا لسه ادينا نبذة عنهم دلوقتي. طيب الكونفرجنس يعني ايه؟ هما الاثنين بيقربوا على نفس السكند اوردر نيورون، تمام. طيب يعني النيرف اللي جاي من هنا على، او الفايبر اللي جاي من هنا على الفايبر اللي جاي من هنا، الاثنين بيقربوا على ايه؟ على نفس السكند اوردر نيورون، فده على طول متعود ان تجيله الاشاره من هنا من السكن، ماشي. نادرا ما بتجيله من الايه، من الفيسكس او الاورجن اللي جوه، تمام. طيب فيدي اشاره ايه؟ ان هو على طول متعود ان ندي من هنا، تمام، فيدي اشاره للمخ، تمام، فوق ان هو جاي له اشاره من هنا، ماشي. هو مش عارف هو جاي له اشاره منين، فيبقى يسمع البين فين؟ يسمع البين في الدرماتوم ده. طيب ممكن كمان، هل بس ممكن يقربوا في الدورزال هورن، في النيورون بتاع الدورزال هورن بس؟ لا، ممكن يطلعوا يقربوا فين؟ عند الثلمس، ماشي، يطلعوا يعني هما الاثنين يمشوا عادي متوازيين كده، تمام، لحد ما يجي عند الثلمس،
ده طبعا سكند اوردر نيورون بتاعهم، تمام. ممكن يمشي الاثنين سكند اوردر نيورون منفصلين ويجي عند الثالاموس، لما يجي يطلعوا ثيرد اوردر نيورون هما الاثنين ايه يعملوا نفس الكلام، ريلي في نيورون واحد بس ويطلعوا الثيرد اوردر نيورون واحد بس. ممكن كمان يروح يسمعه اصلا في الكورتكس، تمام، او قصدي سوري يقربوا فيه الكورتكس، يعني مثلا ممكن يمشي برده هما اتنين كده عادي ويروحوا على الكورتكس وهما بقى ايه يعملوا الكونفرجن هناك، تمام. طيب فبيقول لك هنا الافرنت بين الافرنت فين بين فايبر ده بتاع السكن والديزيز فيسر الاثنين بيكونفرج اون ذا سيم ايه سكند اوردر نيورون، تمام، عشان كده بيستيميليت فاينلي الايه السيم كورتيكال نيورون، تمام. ليه؟ لان هما بيطلعوا كده، يعني هما الاثنين اهو، اوكي، اللهم صل على محمد. بص هما الاثنين ايه، هما الاثنين على ده، على يعني في صوت، بص في الرسمه دي هما الاثنين على ده، ماشي. طيب فالاثنين بيطلعوا ف بيدوا اشاره لنفس الايه الكورتيكال نيورون اللي فوق اللي هو راح للكورتكس، يعني نفس الكورتيكال نيورون، فبيسمع على ايه على طول، عارف ان هو بيسمع على هنا، الدماغ عارفه ان هو بتدي بين على طول فين، في السكن او كده اكتر من الفيسرا، تمام. طيب بيقول لك ايه بقى هنا، بيقول لك ان الكورتكس والبروجكت البين للايه للسكن، ليه بقى؟ لانها السنسوري كورتكس بتبقى ايه متعوده ان هي تريسيف البين، تاخد يعني يوصل لها بين على طول من السكن، فعشان كده بتدي له على طول الايه البين، تمام. طيب بيقول لك كمان الكونفرجن ممكن يحصل فين، في الثالاموس او السنسوري كورتكس. طيب عندنا الفاسيليتيشن ثيوري، النظريه بتاعه الفاسيليتيشن. طيب النظريه دي بتقول لك ايه، بتقول لك ان هما الاثنين بيبقوا ماشيين عادي جدا، تمام، لكن تيجي على كل واحد ايه، كل واحد ليه نيورون، تمام، سكند اوردر نيورون لوحده، تمام، بس تيجي بقى الفايبر بتاع اللهم صل على محمد، الفايبر بتاع الاورجن يروح يدي كولاترال لايه للسكند اوردر نيورون بتاع الدرماتوم، اهو ده السكند اوردر نيورون بتاع الدرماتوم، راح اداله كولاترال فنشطه، فلما طبعا ده يتنشط فيدي الايه، هيدي الالم هنا. بس دي تاني ايه دي تانية نظرية. طيب دليلك ان هما صح ايه، ان انا لو عملت لوكال اناسيزيا لي الاورجن ده، فطبعا انا هي انا هعمل انهيبيشن لايه لده، تمام. فلما اعمل انهيبيشن ده فده ما يديش ما يطلعش سبب تنشط الخلية دي، ف خلاص يعني دي ما تتنشطش ولا الباسوي ده يكمل خلاص. وكذلك التانية لما انا اعمل اجي هنا، طبعا ايه البين جاي من هنا، البين مش جاي من هنا، طيب البين جاي من هنا، انا عملت ايه انهيبيشن للبين اللي هنا، فخلاص ده مش هيتنشط لان مفيش بين، مفيش اي كيميكال سبستانس تنشط الايه البين ريسبتورز دي. طيب النوت دي اللي المفروض كان يقولها في الاول، بيقول لك ان الدورزال هورن بتتكون من 6 لامينا، بيقول لك ان بيقول لك ايه ديفايدد انتو ديفايدد اون بيسز اوف ذير هيستولوجيكال، بتقسم على حسب الهيستولوجيكال كاركترز انتو 6 لامينا، يعني فروم اللامينا واحد اللي هي الايه لامينا مارجيناليس تو اللامينا ايه لامينا 6، ما شاء الله يعني. طيب يعني بيجيبوا حاجات رائعه خارقه للعاده. المهم يعني ايه نيورون ان لامينا 2 و3 بيسموا بالسبستانشيا جيلاتينوزا اوف رولانتي. طيب نيجي بقى للبين كنترول سيستم، ثانية واحدة مسح الكلام ده وبعدين. طيب زي ما الألم اتعمل، تمام، دلوقتي عايزين نوقفه. طيب مش احنا اللي هنوقفه، يعني في حالات خاصة كده المفروض بيقف فيها، ماشي، زي ايه، زي ما قلت لكم مثلا سيفير بين، لو في سيفير بين دامج بيبقى في حالة ستريس. طيب في حالة الستريس ده ايه عندنا الهايبوثالاموس والبتاع ده الهايبوثالاموس والايه اللهم صل على محمد البيتيوتري جلاند، الهايبوثالاموس والبيتيوتري جلاند الاثنين دول بيفرزوا مواد في الدم كده عشان ايه، عشان توقف البين ده، تمام. زي مثلا انتوا ما بتشوفوا مثلا في البتاع ده اسمه ايه، في الحرب دلوقتي اللي في غزه، فلما بيطلعوا ناس من تحت الانقاض انتوا بتشوفوهم بيصرخوا، لا مش بيصرخوا، ليه؟ الجروح حتى لو في جروح عميقه جدا فيهم، لو في اطفال بيصرخوا من الخوف لكن مش من الوجع، لان ربنا عامل اناستيزيا كده يعني زي تخدير للالم ده، عشان هم في حاله الستريس في بالميكانيزم اللي هنقوله ده، تمام. فسبحان الله يعني. طيب الميكانيزم ده زي ما احنا وصلنا الالم بثلاثة نيورون، نفس الكلام هنعمل انهيبيشن للالم ده بثلاثة نيورون. طيب في عندنا طريقتين، يا اما سوبر سباينال بالبرين اللي هو بثلاثة نيورون ده، يا اما بالايه بالسباينال، يعني عن طريق السباينال كورد، البرين مش هيتدخل، لكن دلوقتي ايه البرين هو هيتدخل وهيعمل لنا الايه الاناستيزيا دي. طيب ازاي؟ هيفرز ماده اسمها الاندورفين وكمان الانكفالين، تمام. طيب
من بره اسمها ايه الماده اللي من بره، اسمها من بره ايه اللي هي الاكزوجينس، يعني لو انت عايز تاخدها او كده، اسمها مورفين. تمام، دي بتاعت طبعا الدراجز وكده مالناش دعوه بيها. طيب بتشتغل على ايه؟ عندنا ريسبتورز معينه كده هي اللي بتعمل لنا ايه التخدير ده، تمام، او بتوقف البين ده، اللي هي اسمها ايه الاوبيويد ريسبتورز. طيب موجوده فين الاوبيويد ريسبتورز دي؟ عندنا فينتريكل في المخ، في 3 فينتريكل في المخ وواحد في البرين ستيم، تمام، واحد يعني 3 في البرين واثنين في وواحد قصدي في البرين ستيم. طيب موجوده فين؟ حوالين الثيرد فينتريكل، تمام. طيب الثيرد فينتريكل ده هي موجوده يعني في المنطقه اللي حواليه، تمام. طيب موجوده فين كمان؟ موجوده في حاجه اسمها بيري اكويدكتال اريا. يعني عارفين الاكويدكت دي ايه؟ زي سنتر الكنال بالظبط، بس موجوده في الميد، في الميد برين والبونز، تمام. الحته هي نفس هيها، تمام، بس ايه طالما موجوده فيهم بتسمى باسم تاني اسمها الاكويدكت، اكويدكت اوف ايه اوف سيلفيس، تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا مكانهم، موجودين في البيري فينتريكولار اريا والبري اكويدكتال اريا، ماشي. طيب ازاي بقى؟ قلنا في حاله الاسترس البيتيوتري جلاند والهايبوثالامس بيفرزوا ايه؟ بيفرزوا الاندورفين ده، تمام، يروح للبيوريت ريسبتورز، تمام، اللي احنا قلنا موجوده في الاماكن بتاعتهم في السنتر فوق دي، تمام. احنا قلنا الميكانيزم ده يحصل عن طريق ثلاثه نيورون، تمام. طيب اولا الاندورفين اهو راح لل دي اسمها الاوبيويد ريسبتور، ماشي، ثانيه واحده، دي الاوبيويد ريسبتور، ماشي. طيب الاوبيويد ريسبتورز دي الاندورفين راح ليها وعمل شغل عليها، تمام. طيب الاندورفين ده بيروح على الاوبيويد ريسبتور دي بيشتغل عليها. طيب اول ما يشتغل عليها الاوبيويد ريسبتور دي تروح مطلعه ايه؟ مطلعه بتاع ده، مطلعه انكفالينرجيك فايبرز. يعني ايه فايبرز؟ بتطلع ماده الانكفالين، برضو الانكفالين ده زي الاندورفين بيبقى مثبط برضو. طيب الانكفالين ده يروح يشتغل على ايه؟ يروح على نيوكليس اسمها رافي ماجنس نيوكليس. طيب دي موجوده فين الرافي ماجنس نيوكليس دي؟ دي موجوده فين؟ في المدله، المدله في الابر مدله واللور بونز. طب احنا عارفين طبعا ايه المدله فوق، يعني ادي المدله اهي والبونز اهو، تمام، موجوده في الحته اللي ما بينهم في الابر مدله واللور ايه بونز، ماشي. طيب دي اسمها ايه؟ رافي ماجنس نيوكليس. طيب ده اول ايه؟ اول الفيرست اوردر نيورون هنا، تمام، ده الفيرست ايه اوردر نيورون اللي هو طالع من الاوبيويد ريسبتور وهو اسمه انكفالينرجيك، تمام، يعني بيعمل ايه؟ بيفرز ماده الانكفالين، تمام. يبقى اول حاجه كان عندنا الاندورفين اثرت على الاوبيويد ريسبتور، طلع لنا ايه؟ طلع لنا النيورون اللي هو ايه؟ انكفالينرجيك نيورون، تمام. الانكفالينرجيك نيورون طلع لنا ماده الانكفالين دي، اثرت على الايه؟ على الرافي ماجنس نيوكليس، دي النيوكليس، تمام. طيب النيوكليس دي طلعت لنا ايه؟ طلعت لنا السكند اوردر نيورون اللي عندنا. طيب النيورون ده طلعت لنا سكند اوردر نيورون. طيب اسمه ايه النيورون ده؟ بص احنا بنسمي النيورون على اسم الماده اللي بيفرزها، ده اسمه ايه؟ سيروتونرجيك نيورون. يعني ايه؟ يعني بيفرز سيروتونين، تمام. طيب يبقى في ماجنس طلع ايه؟ سيروتونرجيك ايه نيورون. طيب هيفرز ايه؟ هيفرز سيروتونين سوري، تمام. طيب هيروح السيروتونين ده على الايه؟ على الانتر نيورون الايه او ال اللهم صل على محمد، البتاع ده انا بنسى الاسم ليه، النيرف ده او الخليه دي، يعني هتروح على الايه؟ على الانتر نيورونز الموجوده فين بقى؟ الموجوده في الدورزال هورن بتاع السباينر كورد، تمام. طيب اهو ماشي، موجوده فين؟ موجوده في الدورزال هورن بتاع السباينر كورد اللي هو ده، تمام، الدورزال هورن ده، ماشي، ده اخر نيورون جاي اهو كده، ماشي. يطلع لنا ايه بقى؟ ايه يطلع لنا انكفالين برضو، ماشي. يبقى تاني احنا عندنا مشينا اول حاجة اندورفين، بعدين انكفالين، وبعدين سيروتونين، وبعدين ايه انكفالين، تمام، لانها انكفالينرجيك ايه نيورون، تمام. طيب الانكفالينرجيك نيورون دي هيطلع لنا انكفالين، انكفالين ده يعمل ايه؟ ادي مثلا البتاع ده اللي هو المفروض داخل في الدورزال هورن كده، النيرف اللي بتاع البين اللي جاي من بره ده، هيعمل ايه؟ يروح يثبط ده، هيمنع ان هو الـ يطلع المواد اللي تعمل ايه؟ اللي تعمل يعني ستيميليشن البين الريسبتور، ماشي. طيب او تعمل ايه؟ ستيميليشن السكند اوردر نيورون بتاع البين، ماشي. طيب
فده اسمه ايه؟ طالما هيمنع المواد انها تخرج من هنا فده اسمه بري سينابتيك انهبيشن. ده طبعا دي كانها ايه، في سينابس هنا كده ما بين ده ما بين المفروض النيورون اللي يطلع كده، تمام؟ احنا مش عندنا نيورون بيطلع كده اللي هو بتاع البين اصلا، طيب ففي بينهم بقى ايه سينابس. طيب فعشان كده اسمه ايه، طالما هيمنع من الاب من قبل السينابس فاسمه ايه بري سينابتيك انهبيشن. برده كمان ممكن يروح على السكند اوردر نيورون ده ويعمل الانهبيشن دي، بس مينلي بيعمل بري سينابتيك انهبيشن. يبقى تاني احنا قلنا ايه، اول حاجه الاوبيويد ريسبتورز، تمام؟ طيب اتاثر عليها الاندورفين اللي تم افرازه في الهايبوثالامس والبايروتيد جلاند، سوري البيتيوتري جلاند، تمام؟ بيتيوتري، تمام؟ مش بايروتيد، بايروتيد دي هنا في الوش. المهم فطلعت لنا ايه الفيرست اوردر نيورون او النيورون الاول. طيب النيورون الاول ده اسمه ايه، انكفالينرجيك، اول حاجه اندورفين بعدين انكفالينرجيك. اثرت ايه النيورون ده، راح ليه؟ راح لي الماجنس رافي ماجنس نيوكليس، دي موجوده فين؟ موجوده في الابر المدله واللور بونز، تمام؟ طلعت لنا ايه سيروتونرجيك ايه فايبر، السيروتونرجيك فايبر ده طلع لنا سيروتونين. راح فين اصلا الفايبر ده؟ راح لي الانتر نيورونز الموجوده في الدورزال هورن، ماشي؟ ادي الدورزال هورن كده، ده الدورزال هورن في انتر نيورونز بتعمل انهبيشن اوريدي، تمام؟ ماشي. طيب الانتر نيورونز دي بتطلع لنا ايه انكفالين، ماشي؟ بس كده الانكفالين ده بقى يعمل ايه، يعمل انهبيشن لل البين البين قصدي بتاع ده البريسينابتيك بريسينابتيك بين نيرف، يعني اللي هو الثيرد اوردر الفيرست اوردر نيورون، سوري، ماشي؟ طيب يبقى تاني كده نعيدها. احنا قلنا ايه ليه بيعمل انهبيشن، بيعمل انهبيشن سوري ايه بريسينابتيك بس، ماشي؟ مش بريسينابتيك بس سوري، بيعمل بريسينابتيك اكتر مينلي، تمام؟ بات هو مينلي هو بات بوست سينابتيك مي هاف ا رول، تمام؟ طيب يبقى تعالى نقرا الكلام ده كده. بيقول لك ان في الاوبيويد ريسبتور دي ستيميوليتد باي الاوبيويد بيبتايدز، زي ايه الاوبيويد بيبتايدز دي مجرد مسمى، ماشي؟ زي المورفين، زي الاندورفين او كده، تمام؟ طيب فبيقول لك اكزوجينس مورفين، الاندوجينس ايه الاندورفين الموجود اللي بيتم افرازه من الهايبوثالامس والبيتيوتري جلاند وبيدخل على البلاد ستريم، تمام؟ بيقول لك this explain the stress analgesia، يعني ايه عندنا مصطلح اسمه stress analgesia، لما يحصل stress او كده الموادتين دول بيخرجوا يعمل analgesia لي analgesia لي البين او كده. طيب الاوبيويد ريسبتور دي بتبعت ايه انكفالينرجيك ريسبتور، زي ما احنا قلنا اهو الاوبيويد ده بيبعت ايه انكفالينرجيك ايه ريسبتور. طيب ليه الايه ليه الرافي ماجنس نيوكليس، طيب رافي ماجنس نيوكليس بعتت لنا اللي موجوده فين، موجوده في اللور بونز والابر ميدله. طيب بعتت لنا ايه، بعتت لنا سيروتونرجيك ايه فايبرز، سيروتونرجيك فايبرز دي راحت لايه، راحت لي الانتر نيورونز الموجوده في الدورزال هورن. بقى خلاص احنا وصلنا تحت كده، ده تاني واحد باقي بس ايه نيورون واحد بس اللي هو التالت الموجود اللي اسمه ايه الانتر نيورون الموجود في الدورزال هورن، ماشي؟ طيب يعني عايزه اقول لكم زي ما في الدورزال هورن دي، يعني دي كانها الدورزال هورن كده، ماشي؟ زي ما موجود في خلايا بتبعت لنا البين لي، يعني سكند اوردر نيورون يبعت لنا البين لفوق، لا موجود في كمان خلايا اللي بتوصل لنا الانهبيشن بتاع البين من فوق، ماشي؟ طيب بيقول لك بقى ان هو عن طريق ايه، يعني الجرافي ماجنس نيوكلياس دي اللي هو بتبعت لنا سيروتونرجيك فايبر دي بيمشي في بتاع ده الدورزال اسفل بتاعه اللاترال كولوم بتاعه السباينال كورد. يعني ايه؟ يعني السكند اوردر نيورون اللي هو خارج من الجرافي ماجنس بيمشي كده، ماشي؟ بيمشي فين بقى؟ في ادي الكولوم اهو، ده اللاترال كولوم اهو، بيمشي في الدورزال بارت بتاعه من الحته اللي ورا منه. يعني معلومه اعتقد ملهاش لازمه بس برده لازم تبقى عارف، ماشي؟ ده الايه، ده الطريق يعني اللي بيمشي فيه. ده كده فهمنا من السباينال بيعمل ايه، قصدي السوبر سباينال بيعمل ايه. نيجي بقى للسباينال. طيب السباينال ده بيعمل بيبقى ازاي؟ مثلا عندك مش انت لما تكون مثلا تعور في حته او في هرش او كده، عايز تهرش في حته او كده وتدعكها كده الوجع بيروح. طيب ده ايه ده؟ انت كده بتنشط الالفا سوري الاي بيتا فايبرز، تمام؟ طيب الاي في بيتا فايبرز دي بتبعت كولاترال يعمل انهبيشن لايه بقى؟ للتاتش اللهم صل على محمد، تعمل انهبيشن للايه؟ للبين فايبرز. طيب نكمل، احنا عملنا ايه؟ عملنا انهبيشن اللي فوق اللي هو البرين. طيب نيجي نعمل انهبيشن بقى لايه؟ من السباين، مش هيوصل فوق للبرين، لا من لوكال كده من عند السباينال كورد، تمام؟ طيب عن طريق حاجتين، اتنين فايبرز بيعملوا انهبيشن للبين ريسبتور دي او البين فايبر، ماشي؟ تعمل انهبيشن ليه، ماشي؟ طيب عندنا ايه اللي هو الفايبر بتاع الاي بيتا فايبرز والاي دلتا فايبرز كمان. طيب الاي دلتا فايبرز دي عن طريق ايه؟ عن طريق البريكنج اللي احنا قلنا عليه،
اللي هو الفاست بين، تمام؟ طيب الفايبر بتاع الفاست بين، تمام؟ طيب اهو كاتب لك هنا اهو بريكنج بين، تمام؟ طيب وكمان عن طريق الايه بيتا فايبرز، ماشي، اللي احنا قلنا عليها بتاعه الايه التاتش بتاعه الروبنج، تمام؟ طيب بيقول لك بقى ايه الاستيميليشن بتاع الايه بيتا فايبرز دي زي الروبنج بتاع السكان اراوند البينفول اريا، وده بتعمل ايه انهيبيشن للبين سنسيشن. طيب الكنترول كومز فروم التاتش اور فاست بين فايبرز، زي ما احنا قلنا دلوقتي لو بتاعه البريك فاست بين هو الايه هو ال اللي هو الفاست بين ده اللي هو البريكنج، ماشي. طيب بيقول لك هنا ان هو الكنترول جاي من التاتش اللي هو الاي بيتا، ماشي، او الاي او الاي دلتا اللي هي الفاست بين. طيب يعني ما وصلش للمخ دلوقتي، هو جاي ايه يعني مثلا ادي النيرف اهو، ادي الدورز الروت دي جاي لها البين نيرف اهو، وده ايه ده التاتش، التاتش التاتش نيرف التاتش فايبر قصدي، ماشي، او البريكنج فايبرز ايا كان ده او ده، ماشي. طيب الاثنين دول واحد فيهم يعني هيدي كولاترال دي تعمل انهيبيشن، فاهمين؟ طيب بيقول لك البوس بيعمل انهيبيشن للريليزنج بتاعه السبستانس بي، طبعا عارفين السبستانس بي دي اللي كانت بتفرز في يعني نيرفات بتفرز سبستانس بي زي الجلوتاميت كده، كانت الفاست بين بيفرز، وهنا بقى الايه السبستانس بي بيعمل له انهيبيشن ان هو يتفرز اصلا عشان ما ينشطش الايه البين ريسبتورز. طيب الميكانيزم بيقول لك التاتش فايبرز بتعمل ايه، بتعمل كولاترالز، تمام، بتاند بقى فين في السنترال تيرمينيشن بتاعه السي فايبرز بتاعه البين، ماشي. يعني ايه ادي السي فايبرز بتاعه البين اهي، ماشي، اهي دي المفروض نهايتها هنا كده، ماشي، وده الايه وده ثانيه واحده خلينا ايه خليها تعمل ده التيرمينيشن يعني بتاعها، ماشي. طيب وده الايه ده التاتش فايبر، ماشي، اهو هيعمل ايه، هيروح باعت كولاترال هنا ليه، ده السي فايبر اهو، ماشي، ده السي فايبر، ماشي، تبعت كولاترال اهي تعمل لك ايه للسنترال بتاع ايا كان سنترال بقى، يعني اعتبره ان دي حته في النص يعني، ماشي، ادي بعتت له كولاترال اهو، عملت له انهيبيشن يعني بري سينابتيك انهيبيشن برده، تمام. طيب فبيعمل انهيبيشن للسي فايبرز للبين، تمام. ديز كولاترز بريفنت بتمنع ريليزنج بتاع الترانسميتر اللي هو سبستانس بي لسه قايل فوق يعني، ماشي، الجايه من الايه من السي فايبرز يعني بري سينابتيك انهيبيشن زي اللي فوق برده، بس اللي فوق برده كمان كان زياده عن اللي هو بتاع السوبر سباينال، ممكن تعمل لك كمان بوست سينابتيك انهيبيشن. طيب سو البين سنسيشن بي انهبيت انهبيتد قصدي سوري. ذس ميكانيزم اولسو اكسبلين واي اللينمنتس ار اوفن يوزفول فور بين ريليف، يعني ايه اللي هي اللزقات دي، مش في ناس بيجيبوا اللي هم الرياضيين او كده بيجيبوا لزقات كده عشان يحطوها على ركبتهم، يحطوها مش عارفه اي مكان كده عشان يخفف الوجع، دي فكره كان ايه، كان حد عامل له تاتش كده بسيط لحد ما البين يخف. طيب الميكانيزم برده بتاعت الايه الاكيوبانكتشر، يعني ايه الاكيوبانكتشر، دي اللي هي الابر بتاعه الطب الصيني او كده، تمام، دي بتعمل ريليف للبين باي ذس ميكانيزم، يعني بالميكانيزم ده ان هي بتاعه البنكتشر دي، يعني ايه يعني شكه بقى، يعني دي فاست بين اللي هي البريكنج بين بقى، تمام، دي هتبعت لنا ايه، تبعت لنا الفا دلتا فايبر هو اللي بيعمل الايه انهيبيشن للسي فايبرز دي، ماشي. فبيقول لك هنا الجيت ثيوري اوف بين، يعني ايه، يعني نظريه الجيت بتاعه البين اللي هو البوابه يعني بتاعه البين، هم وصفوا البين هنا زي بوابه كده، طول ما هي مفتوحه اوكي البن بيروح. طب عايزين نقفلها، هنقفلها بايه، بيقول لك السيلز بتاعه السبستانشيا جيلاتينوزا اوف هيلاندي اوف ذا كورد اكت از ا جيت، هم اللامينا 2 و3 دول كانهم جيت زي بوابه، من خلالها البين بالامبلس بتبقى ايه بتوصل التراكت وتعمل لنا البين ده. طيب عشان نقفل البوابة دي هنقفلها بايه، بثلاث حاجات، اولا الامبلس اللي جاي descending يعني نازل in dorsolateral column of the spinal cord، ماشي، اللي هو قلنا dorsolateral column دي اللي هي هنا، ماشي، اهي dorsal aspect بتاعت lateral column، dorsolateral column بتاعت ال spinal cord اللي هي ايه supraspinal، ماشي، او impulse جاية من collateral بتاعت ال A beta fibers او impulse جاية من collateral بتاعت ال A delta fibers بتاعت ال A breaking. بس كده ونكون خلصنا، يا رب ما يكونش في حاجة ناقصة. بيقول لك ان large fibers as A beta and A delta when stimulated can close the gates through the presynaptic inhibition، يعني مش حاجة جديدة يعني. طيب كده خلصنا المحاضرة دي.